شكون اللي حاب يجاوب؟ باي تفضل. ا قوت ان في ا قوت بي تجي تساوي ا قوت ان في بي. ا قوت ان في بي غلط. هذه ا قوت ان في بي. اقود ان في اقود بي شفنا برشا مرات. هاي شكوني؟ هاي تفضل. سلام سلام. نذكر بخاصيه القوه في مجموعات الاعداد الصحيحه الطبيعيه ان نذكروا اقود ان في اقود بي قديش تجي الاولى ذي مسيو تساوي اقود ان مع بي. برافو برافو. والثانية جاوبون عليها بالغلط، قالوا لي أ قوت إن في أ قوت بي تجي أ قوت إن في بي. قلت لهم لا تجي الثانية، حديت الجواب تاعها. هاي الثالثة أ في بي الكل قوت إن. أ في بي الكل قوت إن. شفناها برشا مرات هذي الثالثة. شكون يعرف؟ في بي الكل قوت ان. حاب اقول لكم على الحل ولا نستناكم؟ اقوت ان في بي قوت ان. برافو. شكون معايا ذا؟ انس. انس صحيتك انس. برافو. كيف كيف في بي الكل قوت ان بريس كيف كيف على بي الكل قوت ان لازم تكون بي مختلفة على صفر. ما فهمتش الرابعة. الرابعة ما فهمتش. الرابعة على بي الكل قوت ان والقوس لازم تحط للمقام تساوي قوت ان على بي قوت ان. شو ما قريناهاش هذا معناها على هكا عليه. اي هاني قاعد نقري فيك اش قاعد نعمل. انا نعمل على روحي ما نعملش على الاستاذ القسم. عاش. انا قاري فيك في ساعتين جبر وساعتين هندسه كيما في القسم وفي بيلوت يقراو خمسه سوايع. انا نقري فيك من اول البرنامج لاخر البرنامج ما نعملش على الاستاذ القسم. اقوى صفر قداش؟ اقوى صفر قداش؟ تساوي واحد مسير. برافو برافو. صفر هكا اقوى صفر واحد مش صفر. هذه الخامسة والسادسة ترى. قوة واحد هي وهنا قوة ناقص واحد. هذه باش نزيدها لكم. مش كيفاش قوة ناقص واحد؟ هي واحد على قوة واحد معناتها واحد على كيف لحظة نقراو في القوة توا. القوة سالبة تولي في المقام موجبة. فهمنا؟ ايه على حسا واحدة ما يجيش. ايه تفضلوا شكون يقول لي صفر قوة اثنين قداش؟ مربع تساوي صفر واحد قوة اثنين. واحد واحد اثنين مربع مربع اثنين مربع مربع اثنين. لحظة اثنين مربع اثنين اثنين قوة اثنين معناتها مربع اثنين اربعة. ما هو مربع ثلاثة تسعة. مربع معناتها قوة اثنين. مربع معناها قوة اثنين. ما هو مربع أربعة. 16. قاعدين تكتبوا معايا ولا لا؟ علاه لا ما تكتبوا معايا. تكتبوا معايا مش نقعدوا وقت الكتيبة وقت الفرجة وقت تفهموا وما بعضهم. سينا في الموضوع. ايه كي ما تفهمش نعاود لك ما قلقنيش. عم اكتب على الاقل صفر قوة اثنين ما نجمش تفسرها ما تفهمهاش. قول لي مربع صفر يقول لك ماكش فاهم ويقول لك حتى انا مش فاهمه. ما فهمهاش ما تفهمش. ما هو صفر في صفر يجي صفر. تنجم تفهمه انت. مربع خمسة. مربع خمسة. استاذ جاوب. قديش مربع خمسة؟ 25. مربع ستة. 36.
برافو 36 مربع 7 49 49 مربع 8 واحدة لا لا 64 مربع 9 81 برافو توا نجيو العكس توا جذر تربيعي كيفاش نكتبوها جذر تربيعي هو العدد اللي تتكون من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه تلاجم تعملوا هذه وهذه وهذه ثلاثة كهو ثلاثة تربطهم يولي هكا إذا جذر تربيعي صفر قداش صفر جذر تربيعي واحد واحد جذر تربيعي أربعة اثنين برافو جذر تربيعي تسعة ثلاثة جذر تربيعي تسعة ما ثماش قالك جذر تربيعي تسعة هالقناه هالقناه صحيح ثلاثة جذر تربيعي 16 أربعة ثمانية صحيح ثمانية تلقاها في جذر تربيعي 64 شكون قال لي ثمانية؟ ريان ريان صحيح ريان هو جذر تربيعي 64 ثمانية صحيح ريان جذر تربيعي 25 خمسة على خاطر خمسة مربع خمسة 25 فهمتوا عملية عكسية ذي أرجع شوي لا مسامحني ما نرجعش جذر 36 قديش؟ ستة جذر 49 سبعة جذر 81 تسعة برافو ياسمين ياسمين نعم شو خمسة قوة 14 خمسة قوة 14 هنا قداش من مرة عندنا اثنين قوة 13 مرتين ياسمين عندنا مرتين اثنين قوة 13 اكتبوا معايا اكتبوا معايا الاسلاح باش نتعداو السؤال اللي بعده باش نرجع لتالي هذه مرتين في القوة 13 ياسمين نعم نشوف اثنين هي في قوة قديش عفوا عفوا غلطت غلطت هذه اثنين اثنين قوة 13 مع 13 معناتها لا 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 هذه اثنين في اثنين قوة 13 هذيك فتناها ما عادش نرجعوا لها. اثنين هذه هي اثنين قوة قداش؟ واحد. واحد صحيتك. واحد. توا هنا باش نجمعوا. باش نجمعوا. باش نستعمل الخاصية هذه. باش نستعمل الخاصية هذه. قوة N في A قوة P هي A قوة N مع P. باش نستعملوا هذه تولي 2 قوة 1 مع 13 في 5 قوة 14 فهمت ايش هذه لا مشي شنو هو ما فهمتش ما تعرفش لا هاي الاولانية بالكل اول حاجة شفناها برشا مرات A قوة N في A قوة B A قوة N مع B طبقناها هونية طبقناها في 2 قوة 1 في 2 قوة 13 جي قوة 2 جي 2 قوة 1 مع 13 وبالتالي تولي 2 قوة 14 2 1 مع 13 قديش ياسمين 14 اي تولي 2 قوة 14 2 قوة 1 مع 13 تولي 2 قوة 14 10 قوة 14 فوالا وهنا باش نطبقوا الطريقة اللي قلت لكم عليها هذيك A في B قوة N الكل جي قا قوة ان في بي قوة ان هاي هذه نمرو ثلاثة الكا نمرو ثلاثة تهز الا في بي قوة ان جي قا قوة ان في بي قوة ان نستعملوها هنا بدنا احنا حافظين خاصية القوة متاعنا نستعملوها هنا ايش تولي خمسة في اثنين قوة 14 خمسة في اثنين الزوز قوة 14 صح تولي عشرة قوة 14 14 ما نجمش نعطي اسهل من هكا يا جماعه صح يتيح ياسر المشكله اذا هذه كيف اكتب في صيغه قوه لعدد صحيح طبيعي اكتب في صيغه قوه لعدد وكهو اكتب في صيغه قوه لعدد طبق الخاصيات عملنا اي طب شنو نعملوا اف
أربعة هو تسعة في إف هي أربعة قوة تسعة في ثلاثة قوة أربعة إلا أربعة قوة تسعة في سبعتاش. كتابة في صيغة جذاء. إيش معناها كتابة في صيغة جذاء؟ معناتها تفكيك. كيف كيف حتى تفكيك من الشام معناها الحاجة تتعاود مرتين نعاودوها مرة واحدة. أربعة قوة تسعة بعشكون تعاودت ياسمين تعاودت مش ثلاثة قوة أربعة إلا سبعتاش إلا سبعتاش. ياسمين يقولك فاش تعاودت مش تعاودت بتحكي لحكاية ولا غريبة فيك به هنا أربعة قوة تسعة ما عادش وقت علي لو عندي برشة 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 تمانين هذاك علاش ترى اللي فيا متحمس ثلاثة قوة أربعة قديش ثلاثة قوة أربعة قديش يا حملوني واحدة وثمانين برافو صحيحتكم أحسن واحدة فيكم ياسمين جاوبت صحيح كلكم راقدين قديش واحدة وثمانين إلى سبعتاش صحيته 64 64 باش يفكوا في صيغه باش يفكوا في صيغه جذاء عوامل الاولي هذوما كل ما جابوا حتى واحد منهم اي 64 نقسموا على اثنين نلقاو يجينا 32 على اثنين 16 على اثنين 8 على اثنين 4 على اثنين 2 على اثنين 1 اذا 64 في قوة قديش 2 قوة 1 1 لا 2 قوة 1 تساوي 1 في قوة 6 أربعة وستين في قوة ستة ولكن فما حاجة يا جماعة هنا ما نجموش نجمع القوة على خاطر هذه أربعة وهذه اثنين الأربعة شنو نبدل شنو نجمو نبدله مش مربع اثنين أربعة وهنا مش عندنا A قوة N الكل قوة P اثنين في اثنين A قوة N في P اثنين في تسعة اثنين في تسعة مش اثنين في اثنين اذا تولي اثنين تولي اثنين في تسعة في اثنين قوة 16 اثنين قوة اثنين قوة اثنين في تسعة تولي اثنين قوة قد ايه اثنين في تسعة ياسمين ياسمين قد ايه اثنين في تسعة 18 اي ثلاثة مرات لازمك ما تجاوبنيش ياسمين ماكش قاعدة لا هي بعداش قوم ما فهمتش في قوة ستة هنا اي كي سألتك ما جاوبتنيش ثلاثة مرات A قوة N في A قوة P نستعملوها تجي A قوة N مع P ايش معناها؟ معناها 2 قوة 18 في 2 قوة ستة تجي 2 قوة 18 مع 6 وقديش 2 قوة 18 مع 6 تساوي 2 قوة قديش؟ 24 هذا هو الإصلاح نفس السؤال اكتب في صيغة قوة لعدد السؤال جيد خمسة قوة اثنين مع ثلاثة قوة مئة إلا ثلاثة قوة اثنين مع ثلاثة قوة مئة تفضلوا مجموعة فارغة إياد لم يجبني إذا عندنا خمسة قوة اثنين نعم اثنين قوة ثلاثة شكون أمير
أمير جاوبت عاد أنت، مع ثلاثة قوة مية إلا ماشي ماشي ينقص عليه الانترنت 15 قوة 2 شكون؟ ايه غلط 15 قوة 2 غلطة صحيح هي. إذا عندك ناقص ثلاثة قوة 2 وناقص ثلاثة قوة 100، فما اختزال ولا؟ فما اختزال، ثلاثة قوة 100 إلا ثلاثة قوة 100 تولي خمسة قوة 2 إلا ثلاثة قوة 2، قد إيه خمسة قوة 2 من سمين؟ ما غنيناش من العلم. أي تقراوها تقراوها 10 خمسة قوة 2 10، خمسة قوة 2 10. يا 29 جماعة يا جماعة يا جماعة، شوش قالت لي ياسمين؟ شوش قالت لي ياسمين؟ خمسة قوة 2 10. 25 أي كتبتها لكم اليوم يا رسول الله. 25 علاه؟ غلط 20 إي ما عادش تغلط، ما تغلطش، ما عادش تسبح، ما عادش ما لازمكش تغلط. قريتها لك ما لازمكش تغلط. إذا 25 إلا 9. قداش 25 إلا 9؟ تساوي 16. 16 نحن تعلمنا تفكيك الجذري العوامل الأولية. 2 8 على 2 4 على 2 2 على 2 1 يزيد 2 قوة 4. قوة 4. هيك مش 2 قوة 2 أمير، أمير على البار ضربت. نفس السؤال. لا مش نفس السؤال. احسب. جاب 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 جاب. كلب السايب. يا ريان رد بالك على كلب السايب، في قوة صفر مع ثلاثة قوة اثنين شدت بعض، أربعة قوة ثلاثة إلا سبعة في ثلاثة قوة اثنين الكل قوة 2021. هاي تفضل واخد مو قوة صفر واحد واحد يا ذي تعرفه قد ايه كذا قوة اثنين تسعة عشرة ملا قوة ملا قوة هكا مع بعضها وعشرة مش الأولوية للضرب اي ملا حالة ملا حالة قد ايه أربعة قوة ثلاثة 64 64 وقديش سبعة سبعة في قديش ثلاثة قوة اثنين اي قديش ثلاثة قوة اثنين تسعة تسعة قديش تسعة في السبعة يا ياسمين مش حاجة للضرب 63 مسيو 63 63 بركة مش 63 مسيو هذاك تسعة في السبعة قديش 63 حداش مسيو لا حداش يا رسول الله لا 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 يا رسول الله قديش واحد مع تسعة في قديش 64 إلا 63 واحد قوة 2023 قديش قديش واحد قوة 2023 واحد قديش تسعة في الواحد طب هذه صعيبة يا رسول الله عشرة تسعة في الواحد مش عشرة بعدين زيدها واحد قديش تسعة في الواحد تسعة واحد قديش عشرة يا رسول شبيه بشي واحد استيلو ولا هبل استيلو كيما مخريين ولا اوكي شفتوا غلط اللي عملها لي انس من الاول حبي غلطني ثقتوا بيها لا واحد مع تسعة خلي يحط عشرة هو كان تبعته من الاول خير اديش هيا هيا السؤال عدد اربعة ما قلنا ما نرجعوش التالي ما قلنا ما نرجعوش التالي خمسة شو ما كملتك علاش ما كملتش على خاطر ماكش قاعد تكتب اجي تكتب انا كملت سؤال عدد خمسة سؤال عدد خمسة احسب زيادة تكتب معايا فرد وقت عشوائي بي جذر تربيعي 49 إلا 6 قوة 20 مع 5 قوة 20 زوز قوة 0 هاي شكون يقول لي على النتيجة من تو
ياسمين قولي كيفاش نخدمو. شو الجذر التربيعي متاع 49 هو 7 مشو و ابشي شوية عايش كزر بشوية روح ما كتبتها ولا مل علي نطرحه من ما كتبتها بكراس نطرحه منه 6 قوت لا مع 5 قوت 20 لا 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 لا, لا. عايش كوني مل اي انس مل علي لا واحد الا واحد برافو ياسمين قوة صفر معناتها واحد ياسمين ياسمين قوة صفر قد ايه 5 قوة صفر صفر لا واحد ياسمين قوة صفر واحد كل 7 الا واحد 7 الا واحد مشي فهم هذه كيف اس 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 شكون يتكلم هذا وثلاثة قوت واحد ياسمين غالطة ياسمين غالطة ياد ياد نعم باش نعاود لك تفسير السؤال الثاني وصل اف اف هي 4 قوة 9 في 3 قوة 4 إلا 4 قوة 9 في 17 4 قوة 9 تتعاود مرتين تتعاود المرة الأولى مع 3 قوة 4 وتعاود المرة الثانية مع 17 دي 4 قوة 9 في 3 قوة 4 هي 81 إلا 17 كيف؟ 3 قوة 4 81 أمسي 4 في 9 في 3 في 4 إلا 17 إذن 4 قوة 9 في قداش 81 إلا 17 دي 64 تساوي 4 قوة 9 64 كيف كوريج هذو عام الأوليات والاثنين قوة 6 والأربعة ما 2 قوة 2 قوة 9 ونعاود نكتب 2 قوة 6 2 قوة 2 قوة 9 تجي قوة 2 في 9 ما فهمتش 2 A قوة N الكل قوة P شو تجي سيئيات شو تجي قوة A قوة N في P N في P 2 قوة 2 قوة 9 تجي 2 قوة 2 في 9 دقيقة مشي لحظة خلنا 4 في 2 في 9 18 في 2 قوة 6 تجي 2 قوة 18 مع 6 تجي 2 قوة 24 هذا السؤال الثاني إعادة فيه ما زلت ما فهمتش ما عاود ما فهمتش ايه باه نعاود فسلك اف اف يساوي 4 قوة 9 في 3 قوة 4 قداش 3 قوة 4 3 قوة 3 في 3 81 صحيت 4 قوة 9 في 17 هنا باش هنا هنا تلاحظ اللي 4 قوة 9 تتعاود مرتين تتعاود مرة الأولى مع شكون مع 81 ومع 17 إلا 17 مش مع 17 17 واحد وثمانين إلى 17 قديش؟ جي جي 64 وأربعة قوة 9 مش 2 قوة 2 الأربعة مش 2 قوة 2 الأربعة والأربعة وستين مش 2 قوة 6 64 على 2 32 على 2 16 على 2 8
على 2 4 على 2 2 على 2 1 2 4 6 ضم 2 قوة 6 هذه 64 2 قوة 2 قوة 9 تجي 2 قوة قديش اثنين قوة اثنين قوة تسعة تجي اثنين قوة قديش اثنين في تسعة اثنين في تسعة تجي ثمنتاش ثمنتاش مع أربعة مع ستة أربعة وعشرين تعال تعديه للسؤال خسيت سبعة تحت رابعة من قديش قد ما قلت كان الخامس وست نعم مش مشكل تصير او تصير في اكبر العائلات اكمل ثلاثة أكمل. اكتب معايا عاش ولدي اكتب معايا معاش لازم نرجع نحضر في دفوارة بابا رارا بس تلعبوا ثمانية قوة تسعة جي ستة قوة قديش قوة ثلاثة ثلاثة قوة سبعة وعشرين الثمانية هذية يا جماعة باش نكتبها بطريقة أخرى باهي ركزوا معايا ها باش نعاود نكتبها لكم هذي باش نكتب ثلاثة قوة سبعة وعشرين في ثمانية قوة تسعة الثلاثة قوة سبعة وعشرين باش نكتبها كما هي الثمانية باش يردها قوة قوة شنو الثمانية اثنين قوة ثلاثة برافو اثنين قوة ثلاثة مش ستة اثنين قوة ثلاثة اثنين قوة ثلاثة هي اثنين في اثنين في اثنين جي ثمانية اثنين في اثنين اربعة في اثنين جي ثمانية باه هنا باش نطبقوا الخاصية اثنين قوة ثلاثة قوة تسعة باش تجي اثنين قوة ثلاثة في تسعة باش تجي اثنين قوة سبعة وعشرين اذا هذه ثلاثة قوة سبعة وعشرين باش نعاود نكتبوها معنا حتى مجهود هذه اثنين قوة ثلاثة في تسعة اثنين قوة ثلاثة في تسعة اكتبوا معايا تساوي ثلاثة قوة سبعة وعشرين في ثلاثة قوة في اثنين قوة سبعة وعشرين في اثنين قوة سبعة وعشرين هنا باش نطبقوا خاصية القوة اللي أنا قبلت وريتها لكم الأ في بي زوز قوة إن جي أ قوة إن في بي قوة إن إيش معناها هذه؟ معناتها كي نعمل ثلاثة قوة سبعة وعشرين في اثنين قوة سبعة وعشرين جي ثلاثة في اثنين زوز قوة سبعة وعشرين هذاك إيش باش نطبق توانا جال ثلاثة في اكتبوا معايا تولي ثلاثة في اثنين زوز قوة سبعة وعشرين قديش ثلاثة في اثنين؟ ثلاثة في اثنين قديش؟ ستة. ستة قوة سبعة وعشرين وسبعة وعشرين هي شنيه في ثلاثة؟ ثلاثة في قديش؟ تسعة تسعة صحيح وستة قوة تسعة في ثلاثة مش تجي ستة قوة تسعة لكل قوة ثلاثة هاو العدد اللي نحبوا عليه يا جماعة هاو لقيته هو تسعة هذاك علاش فما غلط تعملوا فيهم تاع بريمير تاع ما كوبش بالسنسيبل الرياضيات 31 مع 5 قوة 2 اكتبوا معايا هذه والله ما نعرف قديش يا جماعه الكل قوة 2 تجي 35 هذه عامه القواش 31 هذه 4 اذا 5 قوة 2 الا ما نعرفش قداش قوة 2 تساوي 35 الا 31 جي 4 اذا 5 قوة 2 ما هي 25 الا ما نعرفش قداش قوة 2 جي 4 4 مش 2 قوة 2 نقلوا معايا نقلوا معايا 25 إلا ما نعرفش قداش جي 2 قوة 2 25 إلا إكس قوة 2 تساوي 3 قوة 2 معناتها هذه معناتها 25
الا ما عرفتش قداش جيتني. وبالتالي هنا نقطة الاستفهام تساوي 5 تساوي 25 الا 2 تساوي 23. هذه نسميها اكس. اوجد اكس هذه السؤال تبدل ولي اوجد اكس. نعاودوه المكتوب لك ده سؤال. أوجد إكس. واحد وثلاثين إلا خمسة قوة اثنين إلا إكس الكل قوة اثنين تجي 35. الحل متاعها جي 5 قوة 2 إلا إكس الكل قوة 2 تساوي 5 نعم تمرين 9 لا نعاود فيه 8 أكثر مركز معايا أنت كنت تساوي 4 دي. و 4 هي 2 قوة 2 معناتها 25 إلا إكس هي 2 إكس تساوي 25 إلى 2. إكس تساوي 25 إلى 2 جي 23. السؤال عدد 9. هذا مش سؤال 9. التمرين الثاني تعدوا التمرين الثاني. التمرين الثاني نبدأ بسؤال 9. رقم 9. التمرين الثاني نبداوش اولا نبدا بتسعة باش يتابع بعضه باش تقول لي اولا فين التمرين هاك نجاوبك. هاي توا احسب الذومه نتاع مراجعه باش ترتاحوا تاع باش تاخذوا راحه باش نرجعوا. هاي هاي 1650 خاطر 5 في 2 تجي 10 فات الوقت تستناك انا هاي بيت او قول لي شكون باش نستناك 20 ثانية آه. 8 في 3 مع 7 هاي شكون يقول لي هاي شكون يجاوب هنا 7 7 7 و 3 قداش يجيو 10 10 في 8 80 و 20 مية 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 شو ميتين اي سي ياسمين صلحت ياسمين صلحت هذه عملية ذهنية مش كتابية انا نسي عندي سؤال تفضل كيفاش مية مع ثلاث مع خمستاش عندك حتى الغدوة هذه ذهنيا تقدرة هاي قداش شكون يلقى لي هنا 70 و 25 قداش هاك باش تجي هذه 100 15 جي 15 في 27 مع 73 جي 15 في 100 تساوي 1500 جي 1500 انني صحيح إن... الكراسه راني عملتها 15 مع في 27 مع 15 96 توا في 13 الا 3 في 96 96 تتعاود مع شكون تتعاود 13 الا 3 هكا ولا 96 ذهنيا 13 إلى 3 تتعلموا شوية 906 إذا 96 في العشرة 960 قد ذهنيا هذه أوجد قواسم العدد
بالله تغني 20 قوة 3 في 5 قوة 4 تفضل. ايش تقصد اجي اوجد قواسم العدد؟ والله قصدي شريف بصراحة. قواسم قواسم 2 هي واحد في قواسم 4 واحد 2 4 قواسم 10 واحد 2 5 10 قواسم تفكيك الجدول العامل الأولية جدول القواسم ما عادش تلقى القواسم. ما فهمتش بسيط. باه نصلحوه هذايا. اي باه ركزوا معايا مليح ها اكتبوا معايا 20 قوة 3 هي النتيجة 10000 قوة 4 النتيجة 10000 والقواسم 5 لا 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 بالله القواسم 500 في 200 دقيقة خارج موضوع لك فهمني شوي. 20 هي 2 قوة 2 هي 10000 النتيجة ولا لا لا في قوة 3 في 5 قوة 4 تنتبهوا شوية عشكم نقلوا معايا بعدش تقولش ما نقلناش ها بيه تشتغل بيه عندك يا سيدي ركزوا معايا عايشكم اكتبوا معايا 2 قوة 2 في 5 قوة 1 الكل قوة 3 جي في قوة 2 قوة 3 في 5 قوة 1 قوة 3 في 5 قوة 4 فهمتوها هذه ولا فهمتوها ولا لا اذا عندك هنا A في B قوة N هي A قوة N في B قوة N ما زدتش حاجة من عندي هذه قوة 3 هايك وهذه قوة 3 هايك وهذه كتبتها اثنين قوة 2 قوة 3 تجي 2 قوة قديش اثنين قوة اثنين قوة ثلاثة تجي اثنين قوة قديش اثنين قوة اثنين قوة ستة ستة مش خمسة ايه خمسة قوة واحد قوة ثلاثة تجي خمسة قوة قديش خمسة قوة اربعة لا لا ثلاثة عاد انا كيفاش انا كيفاش انا اضربنا نجمعه يا تضرب الزوج يا تجمع الزوج خمسة قوة ثلاثة في خمسة قوة اربعة A قوة N في A قوة B الله 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 قال 12 تساوي 2 قوة 6 في 5 قوة 7 هذه ايش باش نعملوا توا اذا باش نلوجوا قواسم 2 قوة 6 2 6 5 7 2 6 5 7 2 6 5 7 2 قوة 6 إذا سأبحث عن قواسم العدد أول حاجة شوفوا عدد القواسم قديش في القام القاسم القوة نجمعهم كل قوة نزيدوها واحد هذه القوة سبعة وإذا القوة ثمانية ثمانية في السبعة 56 قاسم هذه فيها 56 قاسم طيب باش نلوجوا القواسم القواسم نلوجوهم بالجدول 2 قوة 6 نبداو ب 2 قوة 0 جدول القواسم